ملف الحسامة، تحية طيبة لك. كابتن، ايش رايك في مستوى الاتحاد في الفترة الماضية خصوصا بعد نهائي الرجاء؟ زي ما انت شايف بعد نهائي الرجاء الفريق تغير صراحة، نتائج كانت ايجابية للفريق، ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق والاستمرار على هذا المنوال. تغيير المدرب فعلا فرق مع الفريق من الناحية النفسية والبدنية؟ والله زي ما انت شايف يمكن تغيير المدرب اللعيبة، يمكن المدرب زي ما قالوا اللعيبة انه يحب يلعب يهاجم، وشايف الفريق المباراتين الأخيرة من أهداف تقريبا 7 أهداف أو أكثر ما شاء الله. 4 مباريات، مباراة أبها 6 ومباراة النصر 3، هذا يدل أن المدرب يهاجم. ما شاء الله الشباب جالسين يطبقون تكتيك المدرب، والنتائج اللي في آخر مباراتين هذا الدليل. طيب كابتن، إيش رأيك في أحمد حجازي ككاريزما كقيادة وكمان كأداء فني؟ والله أحمد حجازي زي ما أنت شايف صراحة نظمنا بشكل عام خط الدفاع، والدليل صراحة افتقدناه في نهائي الرجاء العربية، البطولة العربية، نظم واتمنى له كل توفيق ويشكر على المجهودات اللي جالس يقدمها. عبد الرحمن العبود في مباراتين قدم مستوى جدا مميز، رسالتك لعبد الرحمن العبود ككابتن وقائد في الاتحاد كمان. اتمنى له اول شيء التوفيق، ثاني شيء نصيحه انه يستمر على ما هو عليه واحسن. عبد الرحمن عنده الشيء الكثير وان شاء الله يقدم اكثر من المستوى.